أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن عددا من الدول الشقيقة أبدت استعدادها للاستثمار في المجال الزراعي حرصا منها على الأمن الغذائي الذي يعد غاية مهمة أردنيا وإقليميا، لافتا جلالته إلى ضرورة التنسيق بهذا الخصوص كون الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف متوفرة. وخلال لقائه وجهاء وممثلي لواء الأغوار الشمالية، دعا جلالة الملك إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي وإيجاد الحلول الناجعة للتخفيف من أثار شح المياه. جلالته حث أهالي المنطقة على تقديم المقترحات حول المشاريع والأفكار التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي لترجمتها على أرض الواقع، مشددا على تميز المنطقة زراعيا بالإضافة إلى أهمية رفع مستوى إنتاجها بما يعود بالنفع على أهالي اللواء ويحد من الفقر والبطالة. وفيما يتعلق بوباء كورونا، جدد جلالته التأكيد على الدعوة لتلقي اللقاح مشيدا بتعاون مختلف بين القطاعات للحد من أثار تداعيات الجائحة. تفقد جلالة الملك عبد الله الثاني مركز المشاريع الشامل للتربية الخاصة في لواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد، والذي وجه جلالته بإنشائه في زيارته السابقة لمنطقة المشارع عام 2017. وجال جلالته في مرافق المركز الذي يوفر الخدمات التشخيصية للكشف المبكر عن حالات الإعاقة، بالإضافة للخدمات التعليمية والتأهيلية والسلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأعلى المواصفات الفنية والتربوية والعلاجية المعتمدة. ينضم إلينا الآن من عمان علي الغزاوي، عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ونائب منطقة الأغوار الشمالية. إذن زيارة الآن لجلالة الملك، كان هناك لقاء مع أهالي المنطقة، فماذا تضمنت في هذه الجولة؟ ست العزيزة، إحنا الله يمسيكم بالخير جميعا. طبعا إحنا نشكر سيدنا على هذه الزيارة، هذه الزيارة التي عودنا عليها، وقام طبعا بزيارات عدة إلى هذه المنطقة، ودائما سيدي هو دائما قريب إلى قلوب الأهل وقلوب الأردنيين جميعا. فزيارته كانت فعلا كانت هي فرحة لجميع أهالي اللواء، وقاموا باستقباله استقبال حافل، والجميع كان مبسوط بهذه الزيارة. طبعا الزيارة تكللت في زيارة سيدنا إلى مكرمة ملكية زي ما أنت قلتوا، طبعا أوعز بها سابقا مركز المشارع الشامل للتربية الخاصة التي تم تجهيزه على أعلى المستويات، وهو مفخرة للواء ومفخرة للوطن أن يكون هناك مركز بهذا المستوى يخدم المعاقين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه المنطقة. طبعا برضو التقى سيدي مع مجموعه من ابناء اللواء والوجهاء من اهل المنطقه، واستمع لعدد من المطالب واحتياجات المنطقه، واكد جلالته بدوره على عدد من المواضيع والمحاور من اهمها الملف الزراعه وملف المياه، واكد ان هناك مستثمرين مهتمين في الاستثمار في القطاع الزراعي فيما يخدم الامن الغذائي لهذا الوطن إن شاء الله دائما في ظل صاحب الجلالة. نعم. وطبعا كمان أكد على ملفات أخرى، منها ملف المياه واستخدام أساليب حديثة وتقنيات عالية من أساليب ري وتقنيات حديثة حتى نرتقي في الزراعة في وادي الأردن. نعم. الذي هو سلة الوطن للغذاء. كما أوعز جلالته مشكورا معالي رئيس الديوان الملكي بإجراء لقاء سريع مع ممثلي المجتمع المحلي الذي كانوا في الاجتماع لمتابعة المطالب التي قاموا بطلبها من جلالة سيدنا، وأيضا حتى إن كان هناك أمور أخرى يريدوا أن يفتحوا فيها مواضيع أو أن يطلبوها أن يكون الديوان موجود، وأوعز جلالته معالي رئيس الديوان أن يقوم بلقائهم بالقريب العاجل. فكانت زيارة رائعة موفقة، ونحن فخورين في سيدي، ودائما هو تاج رأس الأردنيين وتاج الوطن.
نعم، هذه الزيارة حملت عدة أمور مهمة ورسائل لأهل المنطقة ولها أهمية خاصة. نتوقف في البداية عن زيارة المركز الذي تفضلت بالإشارة والحديث عنه. هذا المركز بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها والتي يعد أهالي المنطقة بحاجة إليها، فمن جانب آخر هناك فرص عمل أيضا تتمثل في ذلك. طبعا ستي، هذا المركز سيخدم فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم إنشاؤه في منطقة المشارع زي ما قلنا، ومنطقة المشارع ترى فيها عدد نسبة عالية من أصحابي الاحتياجات الخاصة، فكان طبعا سيخدم هاي الفئة خدمة وخدمة بمستوى عالي يرتقي إليه المواطن الأردني. الأمر الثاني طبعا سيوفر فرص عمل، واكيد راح يكون في من مختصين ومدربين لذوي الاحتياجات الخاصه، فهذا اكيد راح يوفر فرص عمل. نعم، جلالته ايضا دعا الى ضروره الاستفاده من التكنولوجيا التقنيه والحديثه خاصه فيما يتعلق بملف الزراعه، فكيف يمكن ان ينعكس ذلك ويتم ترجمته على ارض الواقع بما يخص هذه المنطقه بالتحديد؟ ستي، استخدام الاساليب او تقنيات واساليب حديثه في الزراعه طبعا سيخدم هذا القطاع ويرفع من الانتاجيه ويرفع من العائد على المزارع وعلى الاقتصاد الوطني. ومن اهم هذه التقنيات اساليب الري الحديثه التي توفر نسبه عاليه من المياه، حتى نقدر نستطيع انه نكون بشح المياه اللي احنا بنعاني منه، نقدر ننتج اعلى نسبه من الانتاج باقل كميه مياه، فيكون مردود الانتاج عالي بنسبه وتناسب مع مصروف المياه. نعم، إذا جلالة الملك الآن نوجه، وهذه ليست الزيارة الأولى، الآن المركز قائم وبانتظار المزيد من المشاريع، فكيف يبدأ التحرك من ناحية أيضا اللواء وكذلك الدعم الذي سيأتي لدعم هذه المشاريع خاصة فيما يتعلق بالزراعة والمياه؟ ستي، احنا كما ذكرت اوعى سيدنا ان يكون هناك لقاء سريع جدا هذا الاسبوع مع رئيس الديوان الملكي، ومن هناك ننطلق ونحط المشاريع اللي ممكن انجازها، خاصه المشاريع التي تتعلق في توفير فرص عمل، ومنها من اهم هذه المشاريع الصناعات الغذائيه وايجاد مصانع للتصنيع الغذائي في هذه المناطق، حتى انه نقدر نحقق الامن الغذائي وحاجه السوق في جميع الاوقات. وهذا بيوفر فرص عمل عندما يكون هناك صناعات غذائيه او مصانع تعمل هذا الشان، راح يوفر فرص عمل للشباب والشابات في هذه المنطقه. نتامل ذلك بالتاكيد، شكرا جزيلا لك سيد علي الغزاوي عضو لجنه الزراعه والمياه النيابيه ونائب عن منطقه الاغوار الشماليه. هذا وتفقد جلالة الملك عبد الله الثاني مركز المشارع الشامل للتربية الخاصة في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، والذي وجه جلالته بإنشائه في زيارته السابقة لمنطقة المشارع عام 2017. وجال جلالته في مرافق المركز الذي يوفر الخدمات التشخيصية للكشف المبكر عن حالات الإعاقة، بالإضافة للخدمات التعليمية والتأهيلية والسلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأعلى المواصفات الفنية والتربوية والعلاجية المعتمدة. من الأغوار الشمالية ينضم إلينا السيد خالد الموالي مدير مركز المشارع الشامل للتربية الخاصة. أهلا وسهلا بك سيد خالد، حدثنا إذا تكرمت عن أهمية مثل هذا المركز في ظل افتقار اللواء والمنطقة بشكل عام لمثل هذه المراكز المتخصصة بالخدمات التي يقدمها. أهلا وسهلا فيكم ستي، الله يعطيكم ألف عافية. تشرفنا هذا اليوم بزيارة سيدي وملاي صاحب الجلالة المعظم بزيارة لهذا المركز، حيث جاء هذا البناء هذا المركز بتوجيهات ملكية أثناء زيارة سابقة لمولاي صاحب الجلالة عام 2017 للإطلاع على حالات الإعاقة في هذه المنطقة، حيث أن هذه المنطقة تعتبر من المناطق فيها ارتفاع في معدلات حالات الإعاقة، حيث جاء هذا المبنى بتوجيهات ملكية وتم المباشرة بالعمل به وتقديم خدماته في 29/1/2020 هذه السنة الثانية لتقديم الخدمات في هذا المركز، حيث أن هذا المركز مجهز بأعلى المواصفات والكوادر الوظيفية المتخصصة للتعامل مع حالات الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة، بالإضافة للخدمات التأهيلية المساندة.
نعم، ما هي القدرة الاستيعابية لمثل هذا المركز التي قد تخدم أهل المنطقة؟ ستي، هذا المركز احنا بطاقة استيعابية قد يصل إلى 48 حالة بصفوف التربية الخاصة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والنطق والسلوكي وخدمات الإرشاد النفسي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم أيضا. نعم، بالإضافة إلى الكوادر العاملة، لابد وأن من تدريبات رافقت هذه الرحلة منذ افتتاح المركز، فكيف تم العمل على ذلك للوصول إلى خدمة مثلى، إضافة إلى تقديم هذه الخدمات في الاختصاصات التي تفضلت بذكرها؟ ستي، هذا المركز مجهز بأفضل الكوادر الوظيفية المتخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات. هذه الحالات يتم تقييمها بناء خطة فردية لكل طالب على حدة تتناسب مع قدراته العقلية والنفسية والتأهيلية التي قد يحتاجها، حيث نمشي يعني معه حسب الخطة اللي مخصصة لكل طالب حتى نصل به إلى أقصى حد ممكن لتجاوز الإعاقة الموجودة عنده أو عدم تطورها. نعم، إذن هذه الكوادر هي كوادر مدربة، هل هي من الأهل العاملين في هذه المنطقة أم تحتاج إلى اختصاصات معينة يجب جلبها من محافظات أخرى؟ صراحة ستي، هذا المركز مجهز بالكوادر الوظيفية المتخصصة بشكل كامل، كلهم على يعني خبرة عالية بالتعامل مع هذه الحالات، ولكن أنه يعني الحمد لله في تطور كبير على هذه الحالات وفي رضا من الأهالي على الخدمة المقدمة لهؤلاء الأطفال. نعم، ذكرت في بداية الحديث سيد خالد أن هذه المنطقة تشهد عددا عاليا من الحالات التي تتطلب هذه العناية الصحية وهذه الرعاية الصحية فيما يتعلق الحالات للأشخاص ذوي الإعاقة، هل تنتشر إعاقات معينة تتصدر عدد الحالات أم أنها تتنوع بين هذه الحالات التي ذكرتها؟ ستي، هي الإحصائيات الموجودة هي الإعاقة يعني متنوعة بمختلف يعني حالاتها وحسب شدة درجة الإعاقة، لكن عندنا الحالات اللي هي الشديدة بتكون أغلب يعني في المنطقة. الحالات اللي احنا بنخدمها المركز الحالات البسيطة والمتوسطة من الإعاقات العقلية والتوحد، لكن احنا بنقدم خدماتنا التأهيلية للحالات اللي هي الشديدة أو للأطفال اللي عمرهم دون الست سنوات بنظام التدخل المبكر والجلسات الفردية لكل حالة قد تحتاج إلى تأهيل حسب حاجتها. يتم وضع خطة تربوية فردية وعلاجية لهذه الحالة بما يتناسب معها للحالات اللي لا تقدر تصل إلى صفوف التربية الخاصة في هذا المركز، حيث أن المركز يقدم هذه الخدمة للجلسات الفردية للمجتمع المحلي بمعدل 73 حالة مستفيدة من هذه الخدمة، بالإضافة إلى خدمات الصفوف اللي مسجل عندنا حتى تاريخه 27 حالة بنظام الصفوف المنتظمة يوميا. نعم، إذن هذا فيما يتعلق بالحالات المسجلة وبالجلسات للكشف المبكر. سيد خالد، ما هي الفئات العمرية التي يخدمها هذا المركز تباعا؟ سيدتي، احنا المركز بيخدم الحالات من عمر 6 سنوات إلى 16 سنة للذكور ومن 6 سنوات إلى 18 سنة للإناث. أيضا بالإضافة سيتم استحداث قسم للتدخل المبكر عما قريب بالتعاون ما بين وزارة التنمية الاجتماعية وبالشراكة مع منظمة اليونيسف لخدمة أكبر عدد ممكن بهذه المنطقة لمثل هذه الحالات. شكرا جزيلا لك السيد خالد نموالي من الأغوار الشمالية، مدير مركز المشاريع الشامل للتربية الخاصة.